طيب عايزين نعرف بقى دلوقتي الديزاين بتاعنا هيبقى عامل ازاي، وفي حاجة كده مهمة اسمها security level اللي هي اللي هنطبق بيها الديزاين اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين ايه؟ لو سيادتك عندك دي اللان بتاعتك، دي اللان ودي كده الوان او الانترنت، ودي كده الاجهزه زي ما اتفقنا اللي هي ايه، الدي ام زي اللي بحتاج اكسسها من بره، هيبقى الفايروول بتاعنا موجود اهو. لازم كده يبقى على الاقل في كام فتحه، فتحه لان وفتحه دي ام زي وفتحه توصل بيه الوان، صح كده؟ ده الديزاين بتاعنا. ممكن يكون عندك اكتر من فتحه لان. احنا مثلا مثال على اللي احنا اخدناه زي مثلا الاي اس اي 505 اهو، 505 احنا مثلا هنعمل ايه، هنوصل اخر فتحه دي بالواد وفتحه كمان بالدي ام زي، يبقى انا كده عندي كام فتحه يوصلوا باللان؟ 5، صح كده؟ طيب احنا بقى عايزين ايه، عايزين اللان توصل للوان، صح كده؟ لكن لو حد من بره عايز يخش عندي ما يعرفش. ده السيناريو اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، اللان توصل للدي ام زي، لكن لو حد من بره يعني الدي ام زي عايز يوصل للان ما يعرفش، عشان لو حصل هاك هنا الاجهزه اللي هنا ما نقدرش من خلالها ناتاك الاجهزه اللي هنا. طب وعايز اللي في الانترنت يوصل للدي ام زي، لاحظ اللان توصل لكل انترنت يوصل الدي ام زي، بس الدي ام زي ما توصلش لحد. بنظبطها ازاي دي؟ هنفترض ان الفتحه دي اف 0 على 0، ودي اف 0 على 1، ودي اف 1 على 0 فرضا يعني. بعمل ايه وانا بكونفيجر ده؟ بقول له، بقول لك ايه، اف 0 على 0 ديت بنديها اسم، الاسم ده بيسهل لي التعامل، عشان بعد كده لما اتعامل مع الفتحه دي اتعامل معاها باسمها مش بايه، مش برقمها. واحنا في الواقع العملي بنيجي على الفتحه اللي هتوصل باللان نسميها ان انسايد، واجي على الفتحه اللي واصله بالانترنت اف 0 على 1 واسميها ايه، اوت سايد، واجي على الفتحه اللي واصله بالدي ام زي اللي هي اف 1 على 0 واسميها دي ام زي. يبقى دي كده ان تبع بالاحمر ان سايد اوت سايد، ودي كده دي ام زي. طب عايزين بقى نشوف ازاي هنخلي الترافيك ما يعديش الا في الاتجاه اللي احنا قلنا عليه. قال لك بتظبط لكل فتحه حاجه اسمها سكيورتي ليفل، بحدد لكل فتحه ليفل. الفتحه اللي الليفل بتاعها كبير تعرف تكلم الفتحه اللي الليفل بتاعها قليل، لكن العكس لا. فعشان كده احنا بنعمل، بنيجي على الفتحه اللان دي نديها اعلى ليفل، يعني دي هديها ليفل كام؟ 100. واجي على الفتحه الوان دي اديها ليفل 50، واجي على الفتحه دي اديها ليفل 0. بص، 100 50 0. يقوم ايه اللي يحصل بقى؟ يعني انا كل اللي هعمله احدد الليفل. اللي انت بقى ما تعرفوش ان احنا لما بنحدد الليفل الاي اس اي جاي عامل بلاوي عنده، كونفيجريشن كتير عنده عشان يحقق لي السيناريو اللي انا ايه؟ يعني هي سيسكو بتقول لك بص يا عم انت حدد الليفل بتاعك وسيبنا احنا نتعامل. تمام؟ كده بقى ايه اللي هيحصل؟ 100 يعرف يكلم 50، يعني مسموح للترافيك يعدي كده. لكن 50 ما يعرفش يوصل لايه؟ ل 100، ما يعديش. 100 يوصل لزيرو و50 يوصل ليها؟ نزيد كده، احنا حققنا السيناريو بتاعنا. عامل شبه ايه كده؟ لو ده شلال وده بص اهو، ده طبعا اكيد الشلال اللي من فوق هيبقى ليفل عالي، ها 100،
وده تحت هيبقى ليفل ايه؟ يعني خليني مثلا اخليها كده، بص كده كده، ده شلال، يبقى دي 100 ودي 50 ودي ايه؟ ودي زيرو. المايه بقى لما تمشي من فوق لتحت، صح كده؟ المايه نازله كده اهي وتمشي كده. تخيل بقى الشلال كده اهو، من ليفل الاعلى ليفل الاعلى، لكن من ليفل الاقل للاعلى لا، ده تمام ما تعدي، الا اذا ها اللي في الليفل الاعلى هو اللي طلب. يعني انا دلوقتي بعت رساله للفيس، طلبت الراجل ده بقى بيسجل عنده في جدول بيسموه انسبكشن تيبل، بيسجل عنده ان في حد من 100 طالب حاجه من 50، فكده الداتا دي وهي راجعه على 50 دي استثناء توصل للتعامل، لان مين اللي طالبها؟ شخص ما عند 100. لكن لو حد من 50 عايز يبدا اتصال ب 100 لا، ممنوع ممنوع حضرتك. تمام؟ ايه؟ ايوه بالظبط. طب الديزاين ده فيه عيب، الاجهزه اللي في الدي ام زي دي بتبقى سيرفرات محتاجه اعمل لها ابديت باستمرار، صح كده؟ محتاجه داونلود عليها حاجه كده، في مشكله ان الناس اللي في الدي ام زي السيرفرات لو حاولت ان انت تطلعها نت مش هينفع. بص ما ده زيرو ده ايه؟ وده 50. فعشان كده احنا لما بنعمل الديزاين بتاعنا ما بنعملوش كده، احنا بنخلي الوان هو اللي زيرو والدي ام زي 50. اعكس بقى، هتقابلنا مشكله انا عارف ان انت بتفكر فيه، بس هقول لك حلها ايه. ايوه الدي ام زي هتبقى كام؟ 50، وده هيبقى زيرو. يبقى احنا كده كاننا عكسنا دلوقتي اللي مسموح الناحية التانية كده بقى كده، صح كده؟ اما كده الناس اللي في الانترنت لو عايزه توصل للاجهزه اللي في الدي ام زي مش هتعرف، بس حاليا لو انا عايز اعمل من هنا ابديت، عايز انزل حاجه من النت، اعرف ولا ما اعرفش؟ من 50 لزيرو اعرف. وبعدين بقوم جاي عامل في ده، عامل في ده بقى ايه؟ اكسبشن بقى، عامل فيه اكسبشن استثناء. هو الطبيعي الليفل اللي هو زيرو ما يوصلش ل 50. انا بقى عايز الناس اللي بره توصل لايه في الدي ام زي؟ سي ويب سيرفر. اقول له خلاص لو حد من بره، يعني ايه؟ رايح لمين؟ وادي له الاي بي بتاع الويب سيرفر، سي مثلا 9111 ببورت نمبر كام؟ ويفتح الويب سيرفر مثلا HTTPS. HTTPS مفيش مشكله ان اي حد يوصل. يبقى انا اللي بحدد الاكسبشنز اللي يتم عشان الناس اللي بره ما تعرفش توصل في الدي ام زي الا للحاجات اللي انا هحددها بس، غير كده لا. تمام كده؟ فهو ده الديزاين الامثل بقى، 100 0 50. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب ده بالنسبه للاي اس اي ديزاين بتاعنا وموضوع الايه؟ السكيورتي ليفل. بيقول لك بقى هنا ابص على اللاب، انا كاتب لك اهو بص على اللاب اللي هو جي ان اس 3 لاب ريدي تو كونفيجر، يعني انا مجهزه ان انت تعمل له ايه؟ كونفيجريشن، وتحدد له الليفل ال 100 وال 50 ومش عارف ايه. بس هوريك الاول ازاي نعمل الكلام ده كله بايه؟ بكوماندز، بكوماندات. تمام كده؟ بس في الواقع العملي خلاص الكوماندات صارت، في الواقع العملي بتخش بليس دي ام تعمل له. بس ساعات في بعض الانواع بتحتاج تعمل لها شويه حاجات اساسيه بالكوماند لاين انترفيس، وبعدين تنطلق بقى بايه؟ بليس دي ام. تمام كده؟ طب تعال نشوف اللاب ده. بسم الله ماي لابس، احنا عايزين انهي 952 انهي واحد تحديدا؟ ريدي تو كونفيجر، ده بعد ما عملت له كونفيجر، ده ريدي تو كونفيجر. افتحه كده المغرب ده. ماشي نقف نصلي وبعدين نشرح.
طيب في اللاب اللي قدامنا بقى بص ايه الوضع، ده اللي هي السيفا رول. انا عايز المنطقة دي تبقى انسايد، يبقى دي اللي هنخلي الليفل بتاعها كام؟ 100 صح كده؟ ودي هتبقى الدي ام زي، هنخلي مثلا 50، او ممكن مؤقتا نخليها زيرو عشان الناس اللي بره تعرف توصل لها، لكن الافضل نخليها 50 وبره زيرو، وبعدين نحدد ايه اللي يوصل لجوه. والمفترض دي تبقى الفتحه لايه بقى؟ الاول سايد. عشان نتست انا عامل ايه؟ انا هخلي الراوتر بتاع الاي سي دي يشتغل كانه اتش تي بي سيرفر، يعني لو فتحت المتصفح وكتبت الاي بي بتاع ده هيفتح لك ده كموقع، تعمل له كونفيجر يوزر نيم وباسورد ايه ام كامل باسورد، تمام كده. المفترض ده شخص قاعد في بيته، واحد قاعد في بيته وشغال عنده النت ده كده من الانترنت، تمام. طيب خلينا الاول ايه، الاول هشغل ده عملت كليك هنا كده ستارت، هيفتح الصفحة دي اللي هتفتح معايا دي، هتعمل فيها ايه؟ تخفيها تحت كده، وبعدين تقول له رايت كليك كونسول، تصبر تصبر عليه شوية، اصبر على ما يفتح بقى، تمام. هنا بيفتح وهيظهر لي هنا دلوقتي، هبدا اعمل له كونفيجريشن بقى من هنا. الاول بس عايز اوصل الجهاز ده، عشان الجهاز ده ان شاء الله لما استخدم الاي اس دي ام هبقى مسطبه على الجهاز ده، واخش على كام؟ على واحد، ها 201 من البراوزر عن طريق الاي اس دي ام. فانا هعمل ايه؟ هوصل دي، هوصل ده مثلا اهو بفي ام نت ده كده، بفي ام نت 1، طلع كابل من في ام نت 1 للسويتش ده، وده مثلا هوصله بفي ام نت 2 او 8، هوصله هنا، هوصل كابل من هنا من هنا. المفترض دلوقتي بقى اكس بي ده يوصل بفي ام نت 1 وياخد كام؟ 1200. ويندوز 7 ده يوصل بفي ام نت 8 وياخد كام؟ 90.2. مفترض بقى الناس اللي في الدي ام زي ده خد اي بيها دي بابليك، بابليك صح كده. فانا هاجي هنا على ده اوصله الاول بفي ام نت 1، وده اوصله في ام نت 8. اجي على ده ادي له اي بي، قلنا كام حسب الرسمه؟ 1200، 192.168، 1200. طب الجيت واي بتاعه كام؟ المفترض يبقى الاي بي بتاع الفايرول واحد كام؟ 201. يبقى ده كده 192.168.1201. اقول له اوكي. اوكي. رونا. طبعا المفترض هياخد كام؟ تسعين زيرو زيرو اتنين. الجيت واي بتاعه بقى 90 كام؟ 90.1 صح كده؟ يعني هنا هيبقى اوكي زي الفل. ده اشتغل ولا ما اشتغلش؟ لسه بيفتح ولا معلق؟ شكله لسه بيفتح، بيغيب شويه، هنسيبه شويه، لو ما فتحش يبقى كده هنضطر ايه نحاول نشغله تاني كده. طيب يا سيدي اكمل بقى تشغيل باقي الايه، باقي الاجهزه كده، انا شغلت كله زي الفل. تعالى بقى ايه المفترض ده نعمل له البيزك، نحدد له بقى الليفل بتاع الفتحات. وقلنا احنا هنعمل ايه؟ هندي لكل فتحه ايه؟ نيم انسايد اوتسايد دي ام زي، كل فتحه ليفل، كل فتحه ليها اي بي طبعا،
صح كده. احنا ايباهاتنا حسب اللاب ده هتبقى كام؟ 1 201 30 1 90 كام؟ 90 1. فادي الكونفيجريشن انا عاملها في الملف تاني. ده اللاب بعد الكونفيجريشن، البيزك كونفيجريشن اللي هنعمله. بص يا سيدي، هاجي على ده اقول له ايه؟ انيبل كونتيتي عادي جدا، تمام. هوست نيم هدي له اسم عادي، حط اي اسم يعجبك. اعمل باسورد للانيبل مود عشان مش اي حد يخش عليه لما يوصل كارد الكونسول، تمام. خش على الفتحه الاولانيه اللي هي جي 0 على 0. اقول له انا عايز اسميها ايه؟ انسايد. وهنا اوتوماتيك لو انت سميت فتحه انسايد هو اوتوماتيك بيخلي الليفل بتاعها 100، بس احنا برضه زي التاكيد هديها كام؟ هديها سكيورتي ليفل 100. الاي بي ادرس بتاع الفتحه دي كام؟ 1201، صح كده؟ الفتحه الثانيه اوتسايد، انا هنا اهو في اللاب ده مخليها 0. والاي بي بتاعها كام؟ 301. الفتحه الثالثه سميتها دي ام زي، الليفل بتاعها كام؟ 50، وديتها 90 1. النشط ده وشغلتها. انا ده بقى ناوي اعمل له كونفيجر عن طريق الاس دي ام. الاس دي ام بيحتاج الاتش تي تي يبقى شغال. فانا هقول له ايه؟ شغل لي خدمه الاتش تي تي بي على الاس. انا كده بجهزه، خلي بالك بجهزه عشان نعمل عليه كونفيجريشن بايه؟ بالاس دي ام. يبقى انا بستخدم الجي اي في البدايه عشان اعمل ايه؟ وخد بالك في الاي سيفر بتيجي جاهزه، الفتحه الانسايد دي متظبطه واخده اي بي ومكتوب عليها الكونفيجريشن دي، يعني يا دوبك سيادتك توصل جهازك وتكونفيجر بالاس دي ام على طول. بس احنا هنعرف الاثنين برضه، كان جاهز خير وبركه، ما كانش جاهز نبدا احنا نعمل له ايه؟ كونفيجر. ابص اعمل ايه؟ اقول له انا عايز اشغل دي اتش تي بي. وبص بقى بقول له ايه؟ ده فور سكيورتي، اوعى تسمح لحد يخش بالاتش تي تي بي الا يكون حد جاي من انهي فتحه؟ الانسايد، والاي بي بتاعه في الرينج ده كده. لو انت حاولت تكونكت من هنا بالاي اس دي ام او من هنا مش هيقبل، الا منين؟ من هنا بس. حددت الناحيه اللي هيتعمل منها مانج. طيب وبعدين؟ مش المفترض لما اجي اخش على ده بالاي اس دي ام هيطلب مني يوزر وباسورد؟ كريت له يوزر نوم وباسورد بريفليج كام؟ 15. تمام. وبعدين بنحتاج هنا نشغل التريبل ايه؟ بس هقول الاوثنتيكيشن ايه؟ لوكال. يعني من مين؟ يوزر وباسورد. تمام؟ اللي انا مكريته. فاكر بقى الديفولت روت؟ مش المفترض دلوقتي هيسجل عنده في الجدول شبكه 1 وشبكه 2 وشبكه 3؟ طب لو حد ساله على فيس ايه وجوجل؟ مش المفترض يبعت 30 كام؟ 2. بص هنا بقى الديفولت روت بيتكتب ازاي؟ روت اوت سايد 0000. يعني لو عايز تروح لاي شبكه انت مش عارفها طلع الداتا من الفتحه اللي هي الايه؟ الاوت سايد، ابعتها لمين؟ شايف الصيغه مختلفه ازاي؟ تمام. هعمل ايه بقى؟ انا هاخد له زي ما هو كده؟ يعني لو عايز زي حاجه اطلع من 30/2 خلاص. اطلع من الفتحه اللي اسمها اوت سايد روح ل 30/2. ايوه. كوبي. تعال نشوف ده خلص ولا خلص. اوشك على ان هو يخلص اهو. اما هيخلص هقول له بيست، وبعد كده نشوف ايه اللي هنعمله بعد كده. مستنى. طيب اللاب ده علق بس معانا 9/5 ده، فانا شغلت بداله الايه اللي هو 8/4 ده، بيفتح اسرع شويه عشان نكسب وقت بس. طيب فتحت انا ده برضو، ده جاهز ان انت تظبط له البيزك كونفيجريشن. وادي برضو البيزك كونفيجريشن بتاعته اهي زي ما شرحناه بالتفصيل، مفيش اي اختلاف. هاخدها دلوقتي بقى ايه زي ما هي كوبي بيست، واروح على اللاب. هو اللاب، كل الاختلاف بس ان دي اس اي 8/42، ده اللي هو الاوبريتنج سيستم الليجاسي تقريبا. الاثنين شبه بعض يعني مش هيفرق معانا كتير في الحاجات اللي احنا هناخدها. شوف كده فتح ولا لسه؟ اه فتح وخلاص سريع ده. اديله بقى رصه بالايه؟ قول له انيبل انتر. بص بيطلب باسورد مع ان مفيش باسورد، تمام. ورص له بقى الرص. يلا يا سيدي، انا كده ظبطت ال الجهاز بتاعي.
بتسمي الانترفيس سميه دي ايميزي. مش احنا هو الكوماند بيتكتب كده نيم انترفيس، يعني اسم الانترفيس الكوماند ده مشتغلش ليه. طيب تمام، المفترض كده الراجل ده جاهز ان انا اعمل له كونفيجريشن بايه بقى؟ بلاي ستيم. بص بقى خلي بالك، في الحقيقه بيبقى الاي اس اي فاير وول ده جاي جواه برنامج الاس دي ام، انت بس تفتح البراوزر وتكتب الاي بي بتاعه. لكن في اللاب انا بنفسي اللي زرعته جواه برنامج الاس ده، عشان في اللاب في الحقيقه لا، هو جاي ايه؟ فكنت استخدمت كده كوماندات وطريقه معينه من الكونسول مش هنضيع وقت فيها، هتلاقيني حاططها عملتها اهو. بص مع ده باجي كده اقول له ايه، انا عايز اكوبي لا مش دوت، فين في الكونفيجريشن بتاعت الاي اس دي ام؟ فين الاي اس دي ام؟ اه كونفيجريشن بكوبي، ببقى حاطط نسخه من الاي اس دي ام ده على تي اف تي بي سيرفر وكبيرها واحطها فين؟ في الفلاش بتاع الاي اس اي فاير. لكن هو في الحقيقه هيجي جواه. حتى انا دلوقتي لو انا جيت دلوقتي قلت له شو فلاش، ادي النسخه فين المفترض تبقى موجوده، انا حاططها ولا مش حاططها بقى؟ بسم الله. هو الكوماند ايه؟ المفترض الملف ده يبقى موجود في الفلاش. طب هيبان دلوقتي، بس انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا اديت دلوقتي الفتحه دي كام؟ 1201. هاجي بعمل براوزر هنا، افتح البراوزر واكتب هنا 192.168.1.201 انتر. شكلها كده مش موجودة. ماي لابس ليجاسي. اها هو ده اللاب بعد ما حطيت فيه الـ SDM. ده مش ده، ده قبل ما احط جوه الـ SDM. انت المفترض بقى عشان تحط جوه الـ SDM بتكتب الكوماندات دي، تقول انا عايز اكوبي بس لازم تشغل جهازك تي اف تي بي سيرفر وتنقلها ويغيب قبل ما بينقلها كمان جواه. تمام، تعالى بس ايه، وانا كده هنا لما عملت شوف فلاش قال ان هي مش موجوده. فطبعا لما هتيجي تكون نكتب البراوزر زي ما انت شايف كده ايه، الدنيا ما اشتغلتش. فانا هعمل ايه؟ هو ده الحمد لله بيفتح بسرعه، فهفتح اللاب بعد ما انا حطيت جواه الاي اس دي ام. ديسكارد اهو يا سيدي. بسم الله، ارجع بقى كده. البيزك كونفيجريشن وريتها لك وشرحناها، والكونفيجريشن بتاع الاي اس دي ام مش هتحتاجها في الواقع العملي، هو كده كده بيجي جواه. بس خلي بالك الاي اس دي ام عشان يشتغل معاك بيحتاج نسخه جافا معينه حسب ايه الاي اس دي ام اللي انت هتستخدمها. الاي اس دي ام اللي انا زارعها جوه الراوتر ده فيرجن 6.4.7، دي بتحتاج جافا 6 يو 14، فعشان كده انا دي هاخدها زي ما هي كده كوبي، وانا اوريدي حاططها كوبي هنا اهو. النسخه فين اهي؟ فانا هسطب دي، وهي تقريبا دي هي اللي متسطبه، يعني لو مش هي اللي متسطبه هضطر ان انا ايه اسطبها. تمام، طيب ارجع بقى كده على ده واشغل الاخ ده. ستارت كونسول، نوصل كابلاتنا تاني. لا ده المفترض ده ريم 8. اوكي وصل بقى كابلاتك هنا، نوصل كابلاتك هنا، وبالمرة اشغل باقي الراوترات. ستارت وستارت
ده خلاص اهو على وشك ان هو يخلص. الاي بي بتاعه هيبقى 1201. تعالى بقى هنا تاني من براوزر، هو بيفتح اهو على مهله، اقول له كام بقى؟ 192.168.1201. انتر. هو لسه لو ده بيفتح يبقى لسه مش هيفتح دلوقتي، ما خلص. هو ده فتح خلاص اهو. المفترض بقى دلوقتي ده لما اقول له انا عايز اكونكت 1201 يعرف. طب HTTPS HTTPS ايوه بيقول لي طبعا HTTPS يبقى هيستخدم سيرتيفيكت، فهو بيقول لي انت متأكد؟ الله كونفيرم. اللي حصل دخلني على الاي اس دي ام اللي هي على الاي اس اي فاير. انا عايز بقى ينزل عندي ايه، ينزل عندي ايقونه كده افتحها ومانج منها، فبينزل لي حاجه اسمها لانشر. اقول له بقى بص يا عم، هو اللانشر ده محطوط جوه، مزروع جوه الاي اس اي فاير، انا مش محتاج انزل حاجه. اقول له طب يلا انستول اللانشر ده، يقول لي طب يا عم هعمل لك انستول. يلا اليوزر نيم ايه احنا عاملينه في الكونفيجريشن ايه؟ كان ام كامل تقريبا وكلمة باسورد. افتح كده هنا في البيزك كونفيجريشن ام كامل وكلمة باسورد، يبقى انا هروح هنا كده اقول له ايه، ام كامل باسورد باسورد. حتى اوكي بدأ هو يحمل على الديسك توب. في اي مكان مش مشكلة، اقول له open folder ادبل كليك عليه عشان اصدقه. ده هينزل لي اللانشر. فتح اهو، ده نزل لي على الديسك توب زي ما انت شايف كده. الجافا اللي نازلة ايه بقى على الجهاز ده؟ من المفترض عايزين 6U14 تقريبا هي دي. طب انا عامل ايه بقى؟ والله انا عايز اكونكت 192.168.1201. اليوزر نيم ام كامل، الباسورد كلمة باسورد، واقول له هنا ايه اوكي. ساعات بقى واحنا بنكونكت دلوقتي يعلق بسبب ايه بقى؟ نسخة الجافا، او ممكن يعلق بسبب ايه؟ نسخة الـ ASDM اللي انا زرعتها جوه الراوتر. مشاكله كتير بقى زي ما انت شايف، احنا قعدنا غاب اول ما فتح لسه ايه الفايرول التاني وبدلناه وشغلنا ده. انت اصبر عليه، ساعات يقعد يعلق هنا ويقف، او احنا قصدنا ان شاء الله هيشتغل دلوقتي تمام يعني. فتح اهو ايه دي الواجهه بقى اللي انت هتبدا تكونفيجر منها ايه الاي اس اي فاير. لحد الواجهه دي نقف، نبقى نشوف بقى دي فيديو لوحدها كده ازاي تكونفيجر بقى الفاير وول وتعمل له كل اللي احنا عملناه. كوماندات ممكن تعمله زي ما انت شايف كده، هو الدي ام زي والانسايد والاوت، ده انا عامله بكوماندات صح كده، وتحدد الليفل بتاع كل واحده وهكذا. اوقف بس الفيديو ده على كده. في اي سؤال؟ بسم الله.